اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني الموضوع يعني غم شويه، لكنه يعني اعتقد انه في معلومات هنستفيد بيها من الدكتوره اماني هلال، رئيس قسم الاورام بمستشفى بي. اهلا بيك دكتوره. اهلا بيك استاذ. قلت لحضراتكم قبل الفصل اذا كان في حد عنده اي تساؤل يبعته لنا وهنسال الدكتوره، وهيكون معنا بعد الفصل اللي جاي ان شاء الله باشمهندس تامر شوقي رئيس مجلس امناء بهيه. ايه بقى في حاجه اسمها الكشف المبكر؟ صحيح، دي حاجه عبقريه. صحيح، في برامج كتير بتتكلم عنها، لكن دي حاجه ممكن لازم نقولها للناس باستمرار. لازم نقولها للناس باستمرار يا استاذ محمود، لان الكشف المبكر بيخلي السرطان زي دور البرد. عدى ومشي وناس نسيت القصه خالص. يعني لما بعمل كشف مبكر لعيانه بتاعت مثلا مريضه اورام الثدي، بنكتشف حاجه هي مش حاساها ولا عارف عنها اي حاجه خالص، تدخل تعمل عمليه والقصه تنتهي وتبقى تاريخ. بنقول انه كان في كده. صحيح. حضرتك انا سافرت شويه في امريكا، كان العيان يقول لك انا من 15 سنه كان عندي سرطان. هو دلوقتي بيعاني من حاجه تانية خالص ملهاش علاقه خالص بالسرطان. فالكشف المبكر ده حاجه عبقريه جدا، مهمه جدا، ولازم تبقى ضمن ثقافتنا. كويس، نشرحها بقى للناس ببساطه، لكل الناس، اللي حاجه اللي الناس كلها تقدر تعملها. انا بس بقف قدام المرايه مش عارف ايه، في فتره معينه من الشهر حضرتك قول لنا. الكشف المبكر، حكايه ان الست تكشف على نفسها والكلام ده، طبعا دي مهمه لانها بتبقى هي عارفه شكل الثدي بتاعها. فلو حصل فيه اي تغير او كده وبتكشف عند دكتور وكل حاجه. لكن المهم قوي السيده اللي هي اكتر عرضه للاصابه بحاجه، انا هتكلم على اكزامبل هو سرطان الثدي اللي انا بشتغل فيه اكتر حاجه. شغلنا الاساسي عشان ده للاسف موجود في سيدة كتير قوي الحقيقه. بنشوف السيدات اللي اكتر عرضه للاصابه باورام الثدي. واحد هنعرف مين السيدات اللي هم سلام لكنهم معرضين للاصابه بهذا النوع من المرض. صحيح. الخبيث. وفي مين هم دول بقى؟ أيوة. السيده اللي ليها تاريخ وراثي. تاريخ وراثي يعني والدتها، خالتها، جدتها كان عندهم سرطان ثدي او سرطان مبيض. الست دي بتبقى اكتر عرضه شويه ان يجي لها اورام ثدي. والسيدات كل ما بنكبر في السن يا استاذ محمود كل ما بنبقى اكتر عرضه الحقيقه للاصابه بالاورام. عشان كده التوصيات ان السيده فوق ال 40 سنه تبدا تعمل، تروح تعمل اشعه كل فتره عشان تطمن على نفسها. لو كل سيده عرفت تعمل كده هنلاقي نفسنا في حته تانية خالص، لا انت محمل نفسيا ولا ماديا في علاج السيدات دول. فكل سيده فوق ال 40 سنه، والحقيقه في مراكز كتير بقت تعمل كشف مبكر. يعني الموضوع بقى ما بقاش صعب زي زمان وبقى متقبل. طيب خلينا نسأل، الكشف المبكر سيدة عايزة تروح تعمل كشف مبكر بتتكلف قد ايه؟ هي بتتكلف ثمن أشعة الماموجرام. دي غالية؟ انا والله انا مش عارفة بالظبط يا استاذ محمود، لكن عشان احنا الحقيقة كل الاماكن اللي انا بشتغل فيها بنعملها ببلاش. احنا ما اعرفش سعرها بس بره، يعني المكانات مش غالية قوي. لا يعني ما هياش حاجة بالظبط، يعني في مجموعه من الناس عايشه معانا تقدر تعملها. تمام. والناس اللي مش قادره في اماكن مفتوحه تقدر تروح تعمل فيها كشف مبكر. طيب يبقى نقول اول حاجه الست التي تخطت ال 40، لان في ستات بيبقوا فوق ال 40 غالبا، يعني بيبقوا دايما 38 39 يعني الست اللي، انما انت عارفه انك عديت ال 40، فلما تعدي ال 40 اول حاجه تعمليها انك انت قبل البوتس والحاجات دي كلها نروح نكشف. كويس. بالظبط بالظبط. كويس، دي حاجه. الحاجة اللي بقى اللي هي اللي في البيت المقدور عليها لعامة الناس واللي هي ممكن تبقى أبسط من كده شوية، إيه اللي ممكن تعمله الست اللي عدت ال 40؟ بص يا أستاذ محمود، مفيش حاجة تكافئ قصة إنها تروح تعمل أشعة على فكرة. تمام. ودي حاجة أنا شايفة إنها في تناول الناس، يعني سهلة زي ما تكون بتتعمل في البيت. هي بس الست بعد الكشف المبكر، خطوه بعد الكشف المبكر، لو لاحظت اي تغير او لاحظت حاجه مكلكعه في صدرها حتى لو صغيره قد الحمصه ما تسكتش. هو ما بيعملش الم، هي دي المشكله. خلي بالك عشان كده هو خبيث. بس عشان المعلومه دي احيانا بتبقى شويه مغلوطه يا استاذ. أيوة. محمود، الست ما بتحس ان في الم تفتكر ان ما عندهاش ورم. بالظبط. لا دي مش حقيقه، بعض الاورام بيبقى معاها الام. يعني الست المفروض انها ما تهملش اي عرض موجود في ثديها. لا انا اقصد الست اللي عندها الم خلاص في حاجه ظهرت. ساعات بقى بيعملوا حاجه غريبه جدا يا استاذ محمود، لما يحسوا الم يهملوا ما يروحوش. لانهم بيتهيأ لهم ان ده مش ورم خلاص، ده حاجه بسيطه. في شائع فعلا، ده اللي انا اعرفه لغايه اللحظه دي. بالظبط. لا لا، لو نقول لها بيوجعك تقول لا، ايوه ما فيش حاجه. يبقى لو بيوجعك يبقى ما فيش مشكله. بيوجعك يبقى ما فيش مشكله. يعني كتير جدا من السيدات اللي بيجوا متاخره ما تسالهم انت اتاخرتي ليه، تقول لك اصله كان بيوجع. وما دام بيوجع يبقى ما فيهوش حاجه، ما هم قالوا لنا كده. دي معلومه مش صح. يعني اذا الورم لا قدر الله ما يصيب سيده ممكن يوجع
وممكن ما يوجعش. بالظبط. فأي عرض هي شايفاه كالكعب في صدرها، حاجة تحت بطها، إفرازات من الحلمة، تغير في شكل الجلد أو تغير في شكل الحلمة، كل الحاجات دي هل ده ليه علاقة بالدورة الشهرية؟ بيقولوا بعد الدورة بكذا يوم مثلا المفروض ان هي تكشف في وقت معين، هل ده الهرمونات اللي بتحصل قبل الدورة الشهرية بتزيد شوية فبتعمل شوية تغيرات. أحسن يعني إذن وقت أحسن بتقدر وقت تعمل فيه كشف اللي هو بعد انتهاء الدورة الشهرية. يبقى إذن بعد انتهاء الدورة الشهرية على طول بتحفظ شكل صدرها، تعمل كشف. بالظبط. كويس. عشان لو حست أي حاجة ملخبطة تكشف على طول. طيب اذا رحنا عملنا الاشعه او كشفنا دوت ولقينا ده بيحصل ايه بقى؟ تسلسل مجرد ما لا قدر الله بنكتشف في الاشعه اي ورم او اي حاجه، على طول المريضه بتتوجه، يعني بتوع الاشعه بيوجهوها لجراح الاورام. جراح الاورام بيبتدي يشوفها ويفحصها. وعلاج اورام الثدي الخبيثه الاول، اول حاجه بناخد عينه من الحته اللي احنا اكتشفناها دي. مظبوط. لو لا قدر الله طلعت ورم خبيث او حاجه، بنبتدي نشوف بقى ايه العلاج، افضل خطه علاج للعينه دي. عاده بيبقى الاستئصال الجراحي. بعد الاستئصال الجراحي بنبتدي نشوف ايه نوع الورم ده. لان الاورام الحقيقه يا استاذ محمود بتاعت الثدي ماهيش نوع واحد. الدنيا اتغيرت خالص. اورام الثدي انواع كتير قوي، وكل نوع ليه علاج وطريقه علاج مختلفه. بعد ما بنعمل العمليه وبنتاكد بقى من نوع الورم وكل حاجه، بتبتدي العينه تتوجه لطبيب الاورام. اسمها طب الاورام. هل هي محتاجه علاج تاني، علاج هرموني، علاج موجه، علاج كيميائي، عشان خاطر نوع من انواع الحمايه. مظبوط. طبعا كل ما اكتشفته مبكر قوي كل ما كان احتياجنا للعلاجات دي اقل. خلي بالكم الاكتشاف المبكر دي حاجه عبقريه حقيقي حقيقي. لو لا قدر الله بقى اتاخرت 3 4 اشهر 5 اشهر، ايه بقى اللي بيحصل؟ الورم بيزيد، فنسب الشفاء بتقل. طبعا ممكن يروح حته تانية، نسب الشفاء بتاعتها بتبقى اقل، احتياجاتها لعلاج اكتر، شراسه شويه بيبقى اكتر. فالدنيا بتبقى مختلفه، حتى فرص العلاج تضيق. طبعا يعني فرص الشفاء بتبقى اقل شويه. لكن برضو احنا لسه في، طول ما هي اول ما حست الحاجه وجريت على الدكتور ما استنتش لغايه اما الامور تتفاقم، برضو فرص الشفاء بتبقى طيب معقول. انا لا عندي خالتي ولا عمتي ولا اختي ولا اي حاجه، الحمد لله تمام الحمد لله، يجي برضو؟ طبعا. ما بقول لحضرتك فوق 40 سنه السيده معرضه ان يجي لها اورام ثدي. يعني وعشان كده التوصيات بغض النظر، العنصر الوراثي موجود. بالظبط. يعني اللي هو بيسموه تاريخ عائلي ده موجود، واللي لوحده يجي طبعا. واللي لوحده اكتر بكتير على فكره تاريخه. طبعا الوراثي ده لا يشكل اكتر من 10% من حالات اورام الثدي. لكن الحاجات العاديه دي اللي بتيجي للستات عادي دي هم 90%. طب هل استطاع اي حد يصل بالنسبه لسرطان الثدي الى اسباب معينه غير الجزء الوراثي؟ يعني الجزء العام ده هل ممكن في اي حاجه؟ هي كلها اقتراحات يعني. خلينا نقول في حاجات نقدر نقول ان احنا نحمي بيها. مثلا الرضاعه الطبيعيه من الحاجات اللي بتحمي من او بتقلل فرص الاصابه بسرطان الثدي. الرياضه لمده 20 دقيقه يوميا من الحاجات، من التوصيات حتى اللي بتطلع عنها، بتقلل فرص الاصابه بكل السرطانات. المحافظه على وزن مثالي مفروض يعني بيخلي الامور احسن وبيقلل فعلا برضه فرص الاصابه بسرطان الثدي. فدي حاجات كلها متناول الناس. نوع التغذيه يا استاذ محمود يبقى فيها الخضروات والفواكه، بنقلل شويه من اللحوم والحاجات دي. لكن ما فيش المشكله ان في النت بقى في حاجات كتير جدا مغلوطه. من فضلك صححها. يعني مثلا يقعدوا يقولوا ايه احنا هنبتدي النهارده نجوع الخليه السرطانيه، تلاقي العيانه قاعده في البيت اكتشفت ان عندها مشكله، وانا عندي كذا عيانه كده الحقيقه، وقررت انها تقطع الاكل، قطعت اللبن وقطعت البروتين عشان هي بتجوع الخليه السرطانيه. كويس. دي حاجات مليانه بقى على النت ان احنا نمنع عنها السكر، ونمنع عنها البروتين، ونمنع عنها مش عارفه ايه عشان خاطر الخليه السرطانيه تموت. ما فيش حاجه اسمها كده. بتاع السكر في حاجه اسمها توازن، توازن في الاكل يخلي الامور احسن. لكن انا ما اقطعش خالص، لان احنا دايما حتى بنقول مع الخليه السرطانيه بتتنفس معانا، هقطع النفس؟ ما اقدرش اقطع النفس، لكن التوازن في كل الامور مهم جدا. اصل حكايه الاكل دي منتشره فعلا. يعني حكايه الاكل دي مش ماشيه عند الناس كده. اول ما حد يجيله لازم ما ياخدش سكر خالص. يعني اولا هو المفروض يعني ربنا يحمي الناس كلها، اللي مصاب بده ما يعملش حاجه لوحده. بالظبط. يعني ما يقراش حاجه في النت ويعملها. النت كويس ومفيد وكل حاجه، الناس بتخاف يا استاذ محمود. لسه دكتور. ثقافتنا شويه محتاجه الحته دي. يعني في ستات كتير، وحتى في المجتمع في وسط المثقفات حتى، مش بس الناس البسيطه. صحيح. ما هو دلوقتي في دكاتره طب بديل بيعملوا كده. بالظبط. وده ايه ده بقى؟
ده في ناس كتير جدا بتقطع العلاج وتروح لدكاتره الطب البديل ويبتدي يدير ده حضرتك. بالنسبه لكم انتوا، بالنسبه لكم انتوا الطب العادي المتعارف عليه على مستوى العالم، الطب البديل ده بالنسبه لكم يعتبر ايه؟ يعتبر في حاجه خطأ بتحصل ما فيش ولا حاجه ممكن اسمها يكون الطب عامل البديل؟ مساعد؟ الطب البديل مش ممكن يكون بديل عن الطب اللي احنا نعرفه يا استاذ محمود. ممكن يكون عامل مساعد، ممكن يكون عامل مساعد عن نفسيه العيان، يعني بيحس ان هو بيعمل حاجه يعني اذا زياده. انا ما اروحش لدكتور الطب البديل لا خالص الا طبعا، لما يكون عندي دكتوري. طبعا طبعا، يعني دكتور وغالبا البديل ده الطب البديل مش الدكتور، يعني مش موجود حتى في طرق العلاج بتاعتنا يا استاذ يعني محمود. الطب البديل لا يغني عن الطب العادي، ده الطب ملوش علاقه المتعارف. ده ما ينفعش خالص، يعني لان بيعمل مصايب يعني كتير جدا. يجي عيني جاب لي كيس كده يقول لي دكتور، قال لي خد شويه الاعشاب دول، اخدهم ولا ما اخدهمش؟ هو طب انا عارفه ايه اللي جوه ده؟ انا ما اعرفش ايه اللي جوه ده. وهو حتى لو انا عارفاه ده مش هيغني عن طرق العلاج العاديه، هو بس على فكرة بيأخرنا بس. يا دكتورة، الطب البديل موجود في العالم كله انا مش مش عندنا معترضه، بس. بس ما فيش حد استبدله بالطب العادي خالص. يعني ما فيش مثلا في بره العيانه اللي عندها سرطان ثدي بتروح تتعالج طب بديل وتسيب الطب العادي اللي هي المفروض تتعالج بيه، الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها وعارفين نتائجها. الطب البديل في النهايه هي منطقه مجهوله جدا، احنا مش عارفين نتائجها ايه. يعني ما عندكوش دراسات بتقول ان ممكن مريض يشفى بهذا الطب البديل؟ لا لا مفيش. مفيش. ممكن تكون عامل مساعد زي ما حضرتك بتقول، آه. لكن مش ممكن تكون ابدا بديل عن الطب العادي. لكن تغيير الأكل أو النظر في الأكل اللي بياكله مريض دي مسألة بيساعد طبعا. علمية اه طبعا. عندكم ولا هي عند الطب البديل؟ لا هي المفروض ان في حاجه يعني اسمها عند تغذيه حضرتك؟ علاجيه للمريض اثناء ما بياخد علاجه او قبل علاجه، او في حاجه اسمها تغذيه علاجيه، يعني في ودي ليها البروتوكول اللي بيتكتب متخصصين في لكل الطب. مريض. أيوه دي حاجه ليها متخصصين في الطب يا استاذ محمود، مش في الطب البديل. ده طبيب عادي بياخد حاجه اسمها تغذيه علاجيه، بيعرف في ناس يدي بتاخد العيان حاجة ايه. جرعات عالية في فيتامين سي في الوريد وكده، ايه ده؟ كل دي حاجات بقى اختراعات، يعني مفيش حاجه اسمها جرعه عاليه من فيتامين سي ناخدها. في حاجه اسمها تغذيه علاجيه، العيان محتاج ايه، وبتختلف من عيان لعيان على فكره، يعني مش كل العيانين ليهم نفس السيستم. المفروض ان احنا يبقى عندنا تخصص اسمه تغذيه علاجيه، انا بحول له العيان، بيشوف العيان ده احتياجاته من من الفيتامينات، من الحاجات التانية اللي هو محتاج ياخدها، هو يوصفها له. يعني في البروتوكول اللي بيكتب لكل مريض جزء خاص بالطعام. المفروض بس ما بيحصلش، مش على طول، لان احنا لسه عندنا ديفكت في الحته دي شويه. ازاي يعني؟ يعني انا ما عنديش دكتور تغذيه علاجيه في كل المستشفيات، هو لسه يبقى اذا تخصص. انا مضطر اروح لدكتور الطب البديل يعمل لي اكلي؟ دكتور طب بديل ما يعرفش حاجه غير انه، يعني انا ما اعرفش دكتور طب بديل لغايه دلوقتي يا استاذ محمود وصف حاجه كويسه، يعني او وصف حاجه مفيده للعين. طيب هل في عموميات في موضوع الاكل؟ يعني في حاجات عامه زي ما حضرتك طبعا قلتي ناكل خضار، ناكل نقلل فاكهه. اللحمه، بالظبط ناكل فاكهه، بالظبط كده. الاكل المصنوع كله طبعا ما يلزمناش. طبعا مفروض. يبقى طب نقول ونقلل للناس بقى السكريات، السكريات المفروض من الحاجات برضو اللي نقلل منها. يعني اذا الغذاء صحيح ان المتوازن بتاعنا، السكريات بتساعد الخلايا انها تنتعش. زياده السكر طبعا من الحاجات، والبروتين من الحاجات المعروفه انها ممكن تزود تحرك فرص الخلايا الاصابه، بسرعه. فرص الاصابه بالامراض. لا فرص الاصابه ولا فرص انطلاق المرض؟ لا فرص الاصابه الحقيقه، فرص الاصابه. انطلاق، فرص الاصابه بالاورام. حكايه الانطلاق دي، حكايه الاكل وعلاقته بانطلاق المرض في الورم، الجسم. ما هو بيساعد على الاصابه، فممكن فعلا يساعد الخليه انها تبقى انشط من العادي. فكل ما كان العيان غذائه متوازن، يعني عيانا بتجيلي بقول لها كتري سوائل، كتري فاكهه، كتري خضار، تاكلي لحمه ما تمنعيهاش طبعا، بس ممكن اكلها يعني بنسب ده قليله. ينطبق على الستات بس في سرطان الثدي لا ولا لا 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 على لا كل لا لا الناس؟ طبعا على كل الناس، على امراض يعني القلب يا استاذ محمود، على سرطان طبعا القولون، طبعا على سرطان اي حاجه. التدخين من الحاجات المساعده جدا على السرطان، مش بس سرطان الرئه وسرطان الثدي ممكن يزود يبقى اذا مش اصابه. بس التدخين، يعني اللحمه كمان ممكن، لو اتاخدت بكميه كبيره السكريات ممكن. طبعا، لو اتاخدت بكميات كبيره قوي. ما في ناس بتنطلق في الحاجات دي، اه انت طبعا عارفه. في واحد صاحبي لما يخش طبعا. لمراته تقول له انا عامله مسقعه النهارده من غير لحمه، اقول لها خبر اسود. فالناس، في ناس تحب اللحمه وفي ناس تحب الحلويات قوي، بياكلوا منها كميات مهوله وهم ما عندهمش تاريخ وراثي ولا عندهمش حاجه، بس ده خطر.
طبعا هو خطر هو طبعا على خطر في الحياه السكر كلها، وخطر في حاجات خطر كتير، في كل حاجه. ما لكن احنا يعني بنتكلم هي على العيانه لما المرض. بتقعد قدامي وتقول لي اكل ايه، اقول لها كلي الاكل الصحي المفروض اي واحده تانية تاخده. انسي ان انت مريضه اورام، اي مريض اي ست اي راجل بعد سن معين اللحمه الكتير مش كويسه يا استاذ محمود اساسا، طبعا عشان الدهون طبعا والكوليسترول وامراض القلب طبعا. وامراض السرطان لا وكل حاجه ومجهود على المعده رهيبه، بتخدم حقيقه. حاجات صعبه. فهي الغذاء المتوازن هو مرض السرطان ده يا ريت نتعامل معاه زي اي مرض تاني، الحاجات اللي بتنشط ده بتنشط ده، والحاجات طيب اللي مش بس كويسه ده على ليه ده. علاقه بالمحشي والرز والمسبك والحاجات دي؟ عشان الحاجات دي حلوه الدهون، الدهون طبعا الحاجات برضو اللي هي برضو ليه علاقه بالسرطان. طبعا الدهون من الحاجات اللي هي مش مثلا معروفه انها بتزود شويه الاصابه بسرطان الثدي او سرطان القولون، بروتينات والدهون. وده ملوش علاقه بحكايه الوراثي، الوراثي دي حاجه مستقله. الوراثي دي جينات، احنا لما بنتكلم على وراثي الوراثي اللي معروف ده بيبقى خلل في جينات معينه بتخلي العينه دي عرضه ان يجي لها سرطان ثدي. ده خلل. وبقى حسب الاحصائيات الحالات كتير. السرطان الثدي بيمثل حوالي تلت حالات سرطانات في السيدات، مش بس عندنا في العالم كله. لا وعندنا انا بتكلم على احصائيه هنا، بلدنا في اعداد في كبيره. احصائيه كبيره كانت معموله على عيانين اورام كان مشترك فيها استاذ الدكتور حسين خالد، كانت سرطانات الثدي حسين حوالي خالد ده دكتور عظيم، صحيح ده كان ماسك معهد الاورام وانا التقيته اكتر من مره، رجل عظيم يعني حقيقه حياته كلها في الطب وفي الشغل، وكان ماسك معهد الاورام رغم كل الظروف القاسيه اللي بيمر بيها المعهد، لكنه كان بيشتغل. هو سابه طلع معاش يعني، بس هو دكتور كبير موجود طبعا، هو استاذ لسه في طب الاورام طبعا. يعني 30% من حالات سرطانات الثدي، ودي كانت احصائيه في مصر هنا، من سرطانات السيدات هي سرطان ثدي. فانت حضرتك بتتكلم على بيبدأ من التلت هنا بالظبط، يعني التلت حالات السرطانات في السيدات هي سرطان ثدي. 30%. طيب بالمره بقى نعرف رقم ال 30% دول اللي بيحصل لهم ده، كام في الميه بيستطيعوا ان هم يبقوا في الكشف المبكر عشان نعرف الوعي قد ايه؟ انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا من المشاكل اللي عندنا في مصر احنا ما عندناش احصائيات دقيقه، من يعني عارف. دي لا احنا مشكله كبيره بنتكلم كده جدا بجدعنه كده يا دكتور، بجدعنه. بجدعنه. لا مش كتير، مع الاسف مش كتير. دي بقى النقطه، مع اللي الاسف بيقول مش 30% كتير. يعني في انا العينه دي لما بتدخل على العياده ببقى حاسه بسعاده غامره ان احنا لحقنا واحده الحمد لله في اكتشاف مبكر. لا مش كتير خالص يا استاذ محمود مع الاسف. شفتوا بقى يعني اذا ممكن تتغير الارقام، طبعا لا مش كتير دقيقه لكنها ارقام تتغير بمجرد ان احنا يبقى عندنا. مع الاسف معظم السرطانات بتبقى اللي هي المتقدم، مش اللي بدري. الحاجات اللي ما عادوش بره بيشوفوها، يعني احنا لسه بنشوفها، يعني لسه بتجيلي سيده ثديها كله مصاب بالورم، لسه بنشوف الحاجات دي. نفسي في يوم ما نشوفش الحاجات دي يا رب يا رب. اللهم امين. ارجوكوا انه مساله الكشف المبكر دي حاجه يعني الدكتوره شرحتها لنا باستفاضه، وارجو ان كل راجل يقول لمراته، الناس اللي بعيد عننا اللي جوه يعني جوه مصر، في منهم حالات، دول بيتبهدلوا كمان يا عيني عشان يجوا طبعا وعشان جدا يتعالجوا جدا. يعني فممكن انت تساعد نفسك بان الحكايه ديت والحكايه دي يعني زي ما شرحت الدكتوره اماني. انا بشكرك على هذا الشرح، ويعني اسمحي لي نعمل فاصل عشان نستقبل باشمهندس تامر شوقي رئيس مجلس امناء بهيه. اهلا وسهلا بحضرتكم مره اخرى، يشرفني ان انضم لينا مع دكتوره اماني هلال رئيس قسم بمستشفى بهيه، الباشمهندس تامر شوقي رئيس مجلس امناء بهيه للكشف المبكر وعلاج سرطان. اهلا بك يا باشمهندس، شرفتنا ونورتنا. انا لبست الشعار بتاعهم، وعلى فكره كل حاجه بتعمل حاجه خيريه احنا دايما لازم نكون في خدمتهم، ولازم نقدم لهم كل المساعدات. احنا كناس ما نقدرش نساعد غير ان احنا نقدم اللي هم بيعملوه. وانا طبعا المستشفى دي مين بهيه؟ مرات الباشمهندس حسين عثمان، اخو عثمان احمد عثمان. والسيده بهيه اصيبت بسرطان الثدي وتوفت على اثره يعني. مظبوط. فتبرعت بالبيت بتاعها، بيت حسين عثمان وعثمان احمد عثمان واخ ثالث ابراهيم، ابراهيم عثمان، معروفين في حته اسمها علوبه كده في الهرم، وجنبيهم بيت يوسف بيه وهبي لانه ابن اخت هو عمها عم السيده بهيه. وانتوا عارفين ان يوسف بيه وهبي عنده بيت صغير كده، باع الجزء الكبير المحيط بيه وعمل اوتيل، لكن فضل بيت يوسف وهبي زي ما هو، بس ما اعرفش من جوه طبعا بقى الاوتيل بيستغله اعتقد كده، لكن ده الحكايه دي. فانا سيده فاضله تبرعت بالبيت كله، قالت ده
لبهية، لكل ست يعني ربنا يشفيكوا يعني يحميكوا جميعا من هذا المرض. اهلا بك يا باشمهندس. قول لي بقى اخبار المستشفى بتاعتكم، واحنا اتكلمنا مع الدكتوره كلام مهم جدا لكل الناس، خاصه انا مهتم قوي بحكايه الكشف المبكر. مظبوط. انت حضرتك لو هتشوف اسم المستشفى هي مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي. تمام. فهو اصل الفكره الاكتشاف المبكر. فكره تغيير الكالتشر وتغيير التابو اللي هو سرطاني بموت. فالاكتشاف المبكر هو الاصل. فالحلم ان كل اللي بتعالجه هم جايين من الاكتشاف المبكر. اللي هي بنعتبرها المرحله الاولى. عايز ثقافه طويله، عايز جهد من الناس كلها. كلنا لازم نشارك في الحكايه دي. اعتقد يعني الاعلام والميديا ليهم دور مؤثر. انا سالت الدكتور اماني الحالات اللي بتيجي فيها كشف مبكر قد ايه؟ قالت لي قليله جدا. صحيح. طبعا لما بتيجي مش كشف مبكر وبتيجي الحاله متاخره بيبقى العلاج، فرص العلاج بتضيق او بتقل. التكلفه بتزيد قوي، فرص العلاج بتقل، والعلاج بيبقى اصعب. يعني عدد الجلسات وقاسي على المريض. واللي بنشوفه يعني من المريضات اللي مروا بالتجربه، الاسره كمان صعب عليها قوي. بيبقى يعني الزوج او الابن او الابنه، او لو هي بنوته صغيره الاب او الام. ده بيبقى الحمل ممكن ما بيتكلموش، بس الحمل بيبقى اصعب بكتير عليهم. طيب خلينا نيجي بقى دي قوي لمريضه جت سواء كشف مبكر او مش مبكر عندكم، يعني ايه شروط ان السيده تيجي عندكم المريضه؟ الشروط بقى بس فقط ان هي بتتصل بالكول سنتر اللي هو 16602. 16602. ربنا ما يخليش حد يمكن يتصل بيهم ابدا. يا رب. الا لو عايزه تيجي تشوفه مبكر. بتقول اعراض اللي حاسه بيها في الكول سنتر. في الكول سنتر. وبتاخد رقم يونيك، رقم واحد موحد يعني، عشان فكره الـ 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 التسلسل اللي عندكم. التسلسل عشان يبقى يقول لها رقم 320، رقم كذا، ميعادك كذا. على طول بتاخد الميعاد. الميعاد على طول. فبتاخد رقم وبتاخد ميعاد. طبعا كنا بنتكلم من 7-8 اشهر، بنتكلم على 4-5 شهور ويتنج ليست، ودي كانت يعني كتير. صعبه جدا جدا. انتوا بتتكلموا على الكشف المبكر؟ لا بنتكلم على المريضات. الكشف المبكر الكشف المبكر ملوش مواعيد. لا يعني على المريض بقول يعني مثلا حد مريض كشف خلاص ولقى البتاع عنده، هتدي له 7 اشهر، يبقى تاخرنا بقى. تاخرنا طبعا. فالحمد لله حصل كده في على اول السنه، حصل الحمله بتاعت السوبر ماتش السوبر بتاع الاهلي والمصري برعايه جهينه ورعايه بعض الشركات الوطنيه. فيها في ايه كمان؟ وسافر الفنانه منى زكي واحمد حلمي، راحوا هم اللي حتى عملوا مجهود جميل يعني. احييهم احيي منى زكي، عملت مجهود كبير في المستشفى دي الحقيقه، واحمد حلمي طبعا من اوائل الناس اللي ابتدوا المشروع وبيعتبروا المشروع بتاعهم. ويعني وفي كلام كتير قوي يطلع في الاعلام اوف جرايد، ده بيتقاضوا اجر، بالعكس ده هم كل ما بيجوا لا خالص ده هم بيتبرعوا بارقام. لا 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 خالص شايف اقول، بس يعني هم على طول. لا خالص على طول يعني فعلا. لا سفراء. انا عارف منى كلمتني كتير عن سفراء لبهية، بيعتبروا يعني من البارتنرز. انا كل ما اسمع بهية افتكر منى زكي. منى زكي صحيح. منى واحمد، وكمان الدكتوره نبيله بكرم برضو عامله معانا مجهود مش طبيعي. يعني اي سفريه ليها خارج مصر بتاخد حد من البنات اللي عندنا في البي ار او في الفندزي، تعالوا معايا استراليا نيوزيلندا واي حد بيجي من بره بتلاقي هي جايبه معايا، لو سمحتوا ده عايز يجيب جهاز الفلاني، ده اسقف مولبرون عايز يجيب كذا، ده حد من الجاليه المصريه اللي عايشه في كذا. فالدكتوره نبيله برضو من الناس اللي يعني اللي يعني اللي بتساعدنا بشكل قوي جدا طبعا. والدكتور غداوي نرجع للست اللي خدت الرقم. فخدت الرقم بعد الحملة دي الحمد لله الخمس ست اشهر. النهارده بنتكلم على 5 ل6 اسابيع. كويس. شهر كويس. يعني حلمنا شهر حلمنا اللي تتكلم في تليفون ولا تعالي بكره، ده اللي بنحلم بيه. لان الانتظار في حد عنده سرطان خطر صعب. صعب ليها وصعب للمحيطين، لانه في الاخر ما هوش عارفين في اهني مرحله بالظبط، في اهني تفاصيل بالظبط. طب هل ممكن النهارده احتمال يطلع حميد؟ طب هو النهارده ممكن يبقى الموضوع بسيط. فالشخص يفضل قاعد منتظر ايام صعب منتظر. فده اللي بنحلم بيه، ان اللي تتصل الو اتفضلي تعالي بكره تتوجهي. ده اللي نفسنا نوصل. اتكلمت جت في ميعادها بهية. الفكره بتاعتها او الحاجه اللي فيها مميزه قوي ان هي كل الخدمات اندر وان روف.
كله جوه المكان ده، كله جوه بيسموه بره مصر وان ستوب كلينيك اورس. الست دخلت الرقم جه ميعادها دخلت عندك المستشفى، مش هتطلع بره تعمل اي خدمه ولا هتدفع اي جنيه في الخدمات، من اول ما بيتعمل عليها كشف للفحوصات اللي هي الاشاعات، للتحاليل الباثولوجي اللي هي تحليل الانسجه اللي الدكتور امين بيتكلم عليه بقى عشان تحديد التفاصيل، للعمليه الجراحيه، للكيماوي، للاشعاعي، حتى الصرف الدواء في فترات ان هي في البيت بتاخد النهارده 21 يوم دواء اتفضلي دواء. ليه؟ عشان نضمن، لان مش كل الناس عندها امكانيات انها تجيب الدواء. وكمان الناس دلوقتي بقت بتشتري الدواء تاخد الحبايه يوم ويوم، اللي هي كل يوم عشان الدواء غالي التكلفه فبتاخد عدد الايام بتاعتها بالظبط. خدت النهارده اول بعد 3 4 ساعات في المكان، عملت 4 5 6 حاجات. مفيش علاج لمريضه الا لما بتعمل حاجه اسمها ام دي تي، اللجنه الطبيه العليا، دول 7 استشاريين في تخصصات مختلفه زي الدكتور اماني كده، يعملوا البروتوكول بتاعها بقى. مش حد واحد، يعني اورام، جراحه، راديو ثيرابي، باثولوجي، راديولوجي، فيزيو ثيرابي. ليه؟ بيبقى ليه ملف طبعا. ملف بس دلوقتي اللي تقدمت شويه عندنا، فاحنا عاملين حاجه اسمها اي ار بي سيستم، يعني كله على كمبيوترز. عشان طبعا ما اقصدش ملف في ورق، يعني ملف في ملف في كمبيوتر، يعني هي مكتوبه عندك كلها، شاف كل حاجه. فالقرار ما يبقاش حد متوجه شويه، انا شايف ان هو نبتدي بالجراحه وبتاع الاورام، شايف انه نبتدي بالكيمو، لا، احنا السبعه كونسلتنت قاعدين بنشوف ايه المميزات وايه العيوب بتاع الاتجاه ده. لا هنا 60% يبقى نبتدي بده، لا هنا 52%. الست دي بقى من بنها، من سلوحات، من بني سويس، عندنا من شلاتين، اللي حضرتك اللي شفتها في التقرير دي ماما سلوى دي من السويس. سويس عندنا من شلاتين، عندنا من رفح، من الشرقيه، من اي حد، من اسوان، من اماكن كبيره يعني على مستوى، وبيجي لنا من ليبيا ومن سوريا ومن السودان. في المستشفى والاقامه في المستشفى كل الكيماوي، كل طب مش في احيانا بقى بتبقى في مشكله؟ انا اقول لك على مشكله غريبه شويه، انه مثلا في حد جاي من بني سويف يكشف وهيمشي، او بقول بني سويف قريبه، جاي مثلا من الاقصر، مظبوط، جاي مثلا من الواحات، عايز يبات ليله او ليلتين. هل عندكم حاجه زي كده؟ للاسف لا. بس انا ليه بفتح الموضوع ده بقى؟ لان لو في حد من سكان الهرم عنده شقه زياده، عنده حاجه في الجيزه، في اي حته، اعتقد هتبقى حاجه جميله انك تدي شقتك ديت تعمل لها استراحه للمرضى اللي بيجوا دول. صحيح، هي في ناس عاملين كده يا استاذ محمود، في ناس عامله كده. طبعا احنا لما بتبقى في عيانه وعايزه تسافر وخلاص مزنوقه جدا، عندنا في المستشفى بنوجههم بيروحوا بيتصلوا بدور الضيافه اللي ممكن نقدر نوجه عيانه ليها تبات ليله او ليلتين او اسبوع. في ناس عامله الحقيقه. طيب وانا بدعو برضه الناس يكونوا محيطين بالمستشفى ده فعلا، هيبقى ممكن يكون يا عيني جاي معاها جوزها وما عندوش امكانيه. صحيح، ان هو يبات في حته او في فندق او في حاجه، غالبا بيبقاش عنده امكانيه. لو حد يقفل سطوحه ويعمله اوض هيبقى حاجه حلوه جدا. صحيح، يعني صحيح، الفكره هتبقى ممتازه. لانه انا امي كانت بتشتغل في جمعيه رعايه مرضى السرطان واسرهم، كانت الجمعيه بتاعت الدكتوره زينب السبكي طبعا، وكانت امي موظفه في الجمعيه دي، لان احنا في صله قرابه بيننا وبين الدكتور، فكانت بتعمل الجمعيه دي رعايه المرضى واسرهم. اظن في دور كتير بتعمل الحكايه دي. طبعا في دور كتير في اماكن مختلفه. بس طبعا لو طيب في حوالين المستشفى هيبقى حاجه. انا بتكلم على الجيزه، الهرم، فيصل، جيزه، هرم، فيصل، دقي، كل الحاجات دي. عنده شقه يعني، طبعا عارف انه في، بس في ناس عندها شقق وقفلها. على فكره انت ممكن تعمل الحكايه دي سنه بس، يعني ما تديهمش الشقه خلاص، خليهم يشرفوا عليها والشقه باسمك وكل حاجه، محدش يقرب لها، فيعني تبقى حاجه كويسه جدا. صحيح، جدا حلوه قوي. صحيح. طيب عدد المرضى بقى، السراير عندكم قد ايه؟ احنا النهارده عندنا 26 كرسي كيماوي بنقدر نشتغل عليهم 3 شيفت في اليوم، لان الكيماوي ممكن ياخد له من ساعه. 26 كرسي يعني ياخدوا 100 واحد. يوصل ل 100 واحد بس. احنا في حقيقه الامر ما بنقدرش نستقبل حد الا ما يكون التكلفه العلاج بتاعتها موجوده عندنا، عشان ما يحصلش النهارده لا اطلع جيبي جرعه كيماوي من بره، او روح النهارده جيبي الدواء ده من بره. ممكن حد يبقى موجود، ما ده بقى اللي هي الويتنج بقى اللي هو اللي بيستنى. فاحنا بنقدر ناخد على قد الفند الموجود. فاحنا دلوقتي مشغلين المستشفى بكاباستي 48%، يعني احنا بنشتغل من 9 ل 5، احنا ممكن نشتغل من 9 ل 9، ممكن نشتغل من 9 ل 12، وممكن نشتغل من 9 ل 9. بس ما عندكش الامكانيات.
يمكن يعني ما نقدرش ناخد حد. امكانيات من حيث الاجهزه ولا من حيث؟ لا، من حيث الكيميكالز، الكيماوي، المستلزمات. الحمد لله الاجهزه تقريبا هنتكلم على 90% من الاجهزه. طب قربني بقى شويه معاك. الاجهزه عندك 90%؟ 90% من الاجهزه. الاجهزه دي ليه مواد بتحركها؟ ايوه، يعني بقى مش عارف مستلزمات وليها صبغات، صبغه كيماوي عايز المريضه تحقن بيه. جهاز الانجكشن موجود، جهاز المونيتورنج موجود، المكنه لا مؤاخذه موجوده، بس المكنه بتحط فيها حاجات مش كده دكتوره؟ بالظبط. مش بالزبط. عصير زي اللي بنشربه. بتحط فيها مواد بتقاوم المرض. فالمواد دي يا اما بتساعد في التشخيص يا اما بتساعد في العلاج. فاحنا بنحتاج مستلزمات دي ومستلزمات دي. يعني التشخيص برضه ليه مستلزمات يا استاذ محمود، مهمه طبعًا. جدا طبعًا. وعشان تشخص صح وبطريقه دقيقه طبعًا. لازم بتحتاج المستلزمات دي، فدي ودي محتاجينها. هو ده الكور بتاع اللي معطل. يعني طب مستلزمات الكشف على مريض او علاج المريض مثلا هياخد كيماوي شهرين او ثلاثه كامل. تتكلف كام عشان لو قلنا واحد يزق زقه كله على بعضه الرقم ده؟ لان طبعا يعني في مجهود خرافي من الستاف الموجود مع الشركات عشان يقدروا يجيبوا خصومات مش طبيعيه ويجيبوا اكسترا للادويه ويجيبوا تسهيلات طويله المدى في السداد، لان الناس شايفه المشروع قدامها. فاحنا قدرنا نوصل ان المريض من ساعه ما بيخش لغايه ما ياخد علاجه بالكامل بيتكلف النهارده متوسط التكلفه 33800 جنيه. يعني انت لو عايز تساهم في شفاء المريض، العلاج ده من عند ربنا، في شفائه يعني، والشفاء من عند ربنا برضه. انما لو عايز تساهم في تخفيف الالم ومساعدته 33000 1800 جنيه من كل بس حاجه. بس لو جبت الثلاثه من غير ال 30 مفيش مانع. هتشيل جلسه، هتشيل جراحه، انا وانت وهو وهي كل واحد ثلاثة، يبقى طبعا الرقم ده ممكن نقول ان هو ربع او تلت التكلفه بره. يعني 33800 ده رقم تكلفة بره في المستشفيات الخاصه. المستشفيات الخاصه دول 3 ايام في العنايه المركزه بيه. يعني فالرقم طبعا النهارده ان حد ياخد علاج جراحه زائد كيماوي زائد علاج اشعاعي بالكامل لمده شهر زائد كل الفحوصات على مدار العلاج زي ما هتقول رقم ما يعتبرش رقم. طب المستشفى ما فيهاش اي جزء خاص بالفلوس عشان يساعد الجزء البسيط؟ هو فيها بس مش السرطان الثدي. يعني النهارده عشان في اجهزه متقدمه جدا الحمد لله، يعني الاجهزه الموجوده تعتبر الاحدث في العالم. ففي بعض التخصصات الاخرى بيحتاج ياخد علاج على الجهاز ده، فبنعملها بالتكلفه وكل الدخل الموجود بيخش يساعد سرطان الثدي. طب ايه شروط بقى انك تاخد تكلفه من حد؟ يعني مش معنى ده بتاخد منه وده ما بتاخدش منه. مش سادي. مش سادي. حد عنده في النك، حد عنده في الرئه، عنده في العظم. لا، او حتى لو سرطان سادي مش عايز تدخل في الدور يا استاذ محمود. يعني في ناس بتبقى عايزه خبره المستشفى. يعني المستشفى كمكان لسرطان العلاج السرطان الثدي بجاذبة الناس. يعني في ناس تبقى عايزه تقولك انا كنت بتعالج في حته الفلانيه بس انا عايزه اكمل معاكم عشان عارفه ان انتوا عندكم كذا وكذا وكذا. فدي بتبقى مش عايزه تدخل معانا في الدور. الكول سنتر ده هو اللي بيضمن للعيانه زي ما نقول كده العدل في العلاج، ان انا ما افضلش حد على حد. لكن لو هي ليها انها عايزه تدخل وتدفع فلوس عشان بس طبعا نعالج بيها حد ده. الخاص ده بقى ما يكلف بتهيألي مش اكتر ما يكملش 10% من عدد الحالات اللي بتتعالج. عدد قليل جدا بس مثلا بيبقى ليها تامين خاص بره، بيبقى ليها تامين في شركه تامين برايفت، بيبقى شركتها بتتحمل. فبتقول خلاص انا مش مستنى، مش محتاج انتظر 5-6 اسابيع، انا عايز اخش بكره بالظبط. عندنا مكان فاضي. طب نقدر نقول بقى كام حاله بتجي لكم مثلا كده بشكل يومي؟ يعني بتشتغلوا على كام حاله؟ يعني احنا المكان يقدر ياخد 960 مريضه يخشوا في اليوم. عندك 900 بس يقدر. مش هيقعدوا. لا مش هيقعدوا. عندك 900 سرير؟ لا ما عنديش. لا النهارده واحده عندها تاخد العلاج بتاعها وتمشي. عندها النهارده مكرمه وهتمشي، هتعمل النهارده تحليل وهتمشي، هتاخد النهارده جلسه اشعاعي وتمشي، هتيجي النهارده تغير على الجراحه. عندكم 900 واحد. 960 بنقدر نستقبل كام منهم؟ سرير. بنقدر نستقبل 400 مريضه في اليوم. عندك كام سرير؟ من روحك السراير عندنا هي في شكل الكراسي الكيماوي. خليني اقول لحضرتك استاذ محمود، احنا مش مستشفى تقليدي فيها سراير تنويم. احنا سرطان الثدي ده علاج اليوم الواحد، يعني عيانه بتيجي مفيش اقامه غير العيانين اللي بيعملوا الجراحات. والجراحه دي عاده بتبقى يوم وبتخرج تاني يوم على طول، ما بتقعدش كتير. فانا القوه للمستشفى بتبقى عدد الكراسي للعلاج الكيماوي. بيجي ياخد على زي غسيل الكلى والحاجات. ايوه بالظبط كده حضرتك. يجي ياخد الجلسه ويمشي ويرجع تاني ياخد الجلسه بتاعتها، بحيث تاخد الكورس بقى العلاجي الكامل بتاع الكيماوي.
فانت حضرتك مش متقيد بقى، يعني مثلا لو عندي سي 20 كرسي انا بقدر ابدل عليهم. ما ناخد ساعتين ساعتين بالظبط كده، يعني مش حكايه كام كرسي بقى، لا ده العدد ده يقدر ياخد عدد كبير جدا في اليوم. مظبوط مظبوط، بس حسب ما هو زي فكره غسيل الكلى، بس غسيل الكلى منه بياخد وقت طويل. بالظبط، حاجه مزمنه قوي. هي الكيماوي ده بتبقى الجرعه، الجرعه بتاعته قد ايه الوقت بتاعها؟ مثلا بنتكلم الافرج، يعني الدكتور ما يرد امينه هتصلح لي 6 مثلا مرات، والجلسه بتاخد لها من ساعتين لثلاث ساعات. لا برضه زي كده، زي يعني كده في حاجات بتبقى ساعه، حاجات ساعتين، حاجات لغايه ثلاث ساعات. حسب كل عيانه والتانية، حسب بروتوكول. يعني انا بشكركم، ويعني احنا اللي بنشكرك كتير جدا. اتمنى على الناس كلها تكون ملتفته للحكايه دي، وكلنا نساعد بعضنا، لانه المرض يعني اصعب حاجه بتواجه الانسان، واضعف حاجه ما بيكون فيها الانسان هي مش قله الفلوس ولا المشاكل الزوجية ولا الأكل ولا الشرب. أصعب حالة بيبقى فيها الإنسان وهو مريض. صحيح. فأنا بشكرك. وأنا أتمنى بقى يعني حضرتك يعني برضه تدعو ناس كتير تيجي تعمل زيارة على أرض الواقع، وتشوف الأمل، وتشوف الناس اللي كانت عيانة وبقوا النهاردة خفوا، وبقوا داخلين النهاردة بيتطوعوا في المستشفى، وبقوا عاملين فريق دعم نفسي. دولت خلي بالكم دولت مريضات، يعني ما حدش يقول يعني فين دور الحكومة. طبعا الحكومة مسؤولة وعليها دور كبير جدا طبعا، لكن في العالم كله الدور الاجتماعي ما بين الناس ده موجود في العالم كله. مستشفيات كبيرة جدا في العالم مبنية على الدور الاجتماعي، التعاون يعني بين الناس. صحيح صحيح. باشمهندس انا بشكرك وشرفتني، الف شكر لحضرتك. دكتورة بشكرك، الف شكر، شرفتني. صباح على خير.